براد الآن يتحفنا في المراوغة، كيرفع كرة، هدف جميل حسناوي سفيان، ولكن اللي صنع الهدف هو لاعب عبد العزيز برادة. إذا هذا هو الفارق، وإلا فلا. سأكون واقعي مع قراءة بن فيربيك الذي عبر بأنه سيتأسف إن غابت بعض العناصر المهمة وبعض القطع الغيار المؤثرة. عبد العزيز برادة بمراوغة جميلة في اتجاه لاعب المنتخب المغربي. شاهدوا كيفاش عبد العزيز برادة حصر الكرة بطريقة جميلة. المراوغة كانت ذكية، وأيضا شاهدوا بأنه برادة رفع الأعين ديالو، شاهد شكون اللي في موضع صحيح، وضربة رأسية جميلة لحسناوي سفيان. حسناوي سفيان ما لقى أدنى صعوبة